مرحبا بكم في هذا الدرس. سوف نتعلم الأوبريتور أو الأرثماتيك أوبريشن. هنا العمليات الرياضية شيء مهم بالبرمجة، فبالسي بلس بلس يعني إذا تسوي عملية رياضية مباشرة تكتب جمع طرح قسمة أو باقي القسمة، فنفس اللي تستخدمهن بالعمليات الرياضية بالحاسبة هنا تستخدمهن بالسي بلس بلس. زين، خلنا ناخذ مثال عليه. لو اجينا وعرفنا انتجر اي يساوينا 10، بي يساوينا 5 او خليها 4. اوكي زين، هسه خلينا نسوي سي اوت. عرفنا متغيرين، راح نسوي سي اوت للفرض اي زائد بي، اللي فراغ حتى يصير اوضح عندكم، زائدا بي. اوكي، ونخلي اند لاين. واضح زين. حتى للسرعه احنا ما نريد ناخركم، واحد للطرح، واحد للضرب، واحد للقسمه. هسه تجي فقط تغير الاشارات. هسه الاول واحد راح يطلع لنا الجمع، الثاني يطلع لنا الطرح، الثالث يطلع لنا الضرب، بعد شنو بقعدنا؟ بقعدنا القسمة. واضح؟ جمع طرح الضرب القسمة. زين، هل ننفذ برنامجنا هذا الجمع 14، الطرح 6، الضرب 40، والقسمة 2. 10 على 4 بها 2. ليش ما طلع الأعشار؟ لأنه الأعشار لأنه استخدمنا انتجر، ما استخدمنا فلوت. لو مستخدمين فلوت كان طلعنا بالأعشار. أوكي، لأنه قلنا بالدروس السابقة أن الفلوت خاص بالأعداد الكسرية. واضح زين. كيف نطلع باقي القسمة؟ راح باقي القسمة نخليها شوي منفردة حتى تبين. شوف، باقي القسمة تكتبها على شكل علامة البرسنت، يعني هذه العلامة اللي في رقم 5، شفتوا 5. باقي القسمة هو شقد يتبقى من هذه القسمة، يعني 10 على 4 شقد بيها؟ بيها 2، راح يصير 8. شقد بقى منها؟ بقى منها شقد؟ بقى منها 2 ايضا. فخل ننفذها ونشوف. اوكي، شوف 2 وبقى منها 2. زين، اذا قسمنا على 3، اذا قسمنا او خلينا نقسم 11 على 4 حتى تشوفون الفرق. 11 على 4 ايضا 2 القسمه مالتها، وباقي القسمه ايش قد بقى من عندها؟ بقى من عندها 3. اوكي، يعني تقسمت مرتين، 11 اول مره تقسمت وثاني مره تقسمت، ايش قد بقى منها زايد؟ بقى منها زايد 3. اذ او يسموه مود، موجول يسموه هذا باقي القسمه باللغه الانجليزيه يسموه موجول. اوكي، هم يفيدك في اذا تسوي برنامج مال البرامج اللي مثلا سوي باقي القسمة على 2 وهنا تخلي 2. اوكي، والرقم اللي يطلع لك باقي قسمة، فرضا هنا الشغل هذا الرقم اللي يطلع لك باقي قسمة 1، هذا الرقم هو عدد فردي. اوكي، واذا إذا هذا نخليه 10، مفروض ماكو باقي قسمة. هسه ماكو باقي قسمة 0، مباشرة 10 على 2 ايش قد بيها؟ 5، وباقي قسمة 0. إذا هذا عدد زوجي. مثل هيك برامج تقدر تسوي باقي القسمة، وأكيد لها استخداماتها الأخرى. زين، هسه تقدر تسوي الانكريمنت والديكريمنت في السي بلس بلس، ولكن كيف؟ اكو 3 طرق للانكريمنت والديكريمنت. شوف، لما ما اكتب حناخذ قيمه جديده انتجر اي بي اكس تساوي لنا فرضا 2. واضح زين. هذا الاكس اريد اسوي له انكريمنت. شنو معنى الانكريمنت؟ يعني ازودها عدد واحد فقط. الانكريمنت يعني ازودها عدد واحد فقط. ف ايش راح اسوي؟ راح اسوي سي. ايش تساوي لي سي؟ شوين بعدهن سي، ايش تساوي لي سي؟
زائد 1 تقدر تكتبها بهاي الطريقة، معادلة بسيطة، تضيف رقم 1 فقط. عفو x، احنا افترضناها x كتبناها c، عفوا على الخطأ x، فش نسوي c out للx end line. اوكي هسه لما ما تنفذ راح يضيف لك رقم 1 فقط للx، ضاف لك رقم 1 اللي هو 3. زين خلينا نشيل باقي الارقام حتى لا تصير عليك اوكي رقم 3. اوكي ايش قد كانت 2، ايش قد ضاف لك، سواها 3. زين هاي طريقه. الطريقه الثانيه تقدر تضيف، تكتب x، تقدر هذا كله تحذفه، x زائد ويساوي 1. تقدر بهالطريقه تختصر انه الاكس ما حاجه تكررها مرتين، اكس زائد ويساوي 1. فمتنفذ ايضا راح يطلع لك شنو، 3. اوكي طلعك 3 ليش؟ لانه ضفت له رقم 1. هاي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه تقدر تكتب اكس بلس بلس، يعني زود الاكس بمقدار 1. ايضا طلعت الاكس 3، كانت 2 وصارت 3. اذا هذه 3 طرق للاضافه. زين اذا تريد تنقصها تقدر تسوي نفس العمليات ولكن تخلي بمكان زائد ناقص، مثلا ماينس ماينس ايش قد راح ترجع؟ راح ترجع 1. اوكي هنا رجعت 1. زين ماذا لو سوينا قبلها الانكريمنت، يعني خلينا البلس بلس قبل الاكس، بهالحالة ايش راح يصير؟ بهالحالة نسميها بري انكريمنت، يعني الانكريمنت صار قبلها بري. اوكي بينما اذا صار بعدها راح يصير بوست انكريمنت. فعندك نوعين من الانكريمنت. اوكي اخذنا 3 طرق للانكريمنت و3 طرق للديكريمنت. هسه نجي لانواع الانكريمنت والديكريمنت. انواع الانكريمنت اكو بري انكريمنت، خلي ننفذه. اوكي واكو شنو، اكو بوست انكريمنت. زين هسه خلي نكتبها بالسي اوت حتى تتوضح اكثر، لهنا ما تصير عندكم واضحه. اذا انا سويت سي اوت اكس وسويت لها بوست انكريمنت، يعني ايش راح يصير هنا؟ راح يطبع لك الاكس وراح يزودها. اوكي شوف لما ما تنفذ طبع لك الاكس اللي هي ايش قد قيمتها؟ 2. لان احنا قلنا بالبدايه قلنا هالبرنامج تسلسلي، ينفذ لك امر امر، ما يروح يسوي زي زياده وانه بيرجع لك على الاكس. زين لو ردت اسويها بري انكريمنت، يعني زود لي قبل الاكس، زود الاكس النوب يلا طبع لك الاكس. فهذا هو الفرق. زين هنا بال بوست انكريمنت، شوفوا هنا بوست انكريمنت قلنا راح يطبع لنا الاكس نفسها، واضح. وبعدها نقدر نختبر البرنامج هل الاكس صار بها زياده ام لا. راح نطبع بس الاكس، نشوف ايش قد صارت الاكس الجديده. انتبه لي، شوف هنا الاكس القديمة بقت 2 والاكس الجديدة ايش قد صارت؟ صارت 3. لانه شنو صار؟ لانه هذه الاكس 2 وهذه الاكس ايضا 2 اللي انطبعت، بعدها صار بها زيادة، انخزن بالميموري بانه الاكس صارت 3. اوكي هذه الميموري وين انطبعت؟ انطبعت بالاكس الجديدة اللي هي صارت 3. فهذا بالنسبة للاوبريشن الموجودة بالسي بلس بلس. اخذنا العمليات، 5 عمليات تقدر تسويهن، واخذنا الانكريمنت والديكريمنت 3 انواع بهن، واخذنا البري والبوست انكريمنت والديكريمنت. طبعا ايضا تقدر هذا نفس الشيء بالنسبه لل ماينس ماينس، نفس الفكره. اوكي
كانت 2 ونقصت صارت 1. اوكي، لهنا نشكر متابعتكم، الى اللقاء.